نبتدي المحاضرة بتاعتنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في بداية الصوم الكبير أحب أكلمكم عن موضوع كل واحد بيتعرض ليه عشان يشوف أين الخطأ والصواب فيه، اللي هو مسألة الصمت والكلام. كنا اتكلمنا في المرة ماضية عن الصوم والخلوة وطبعا داخل فيها الصمت، عايزين نتكلم شوية برضو عن الموضوع ده. الكلام بالنسبة للإنسان سبب خلاصه أو سبب هلاكه، لأن الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. والسيد المسيح في مثل العبدين المديونين قال لواحد فيهم من فمك أدينك أيها العبد الشرير. إذن ممكن أن يدان الإنسان من فمه. وأيضا قيل أن لغتك تصهرك، وقيل أيضا أن كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين. ليه الكلام ده؟ في الواقع أن خطية الكلام ليست مجرد خطية لسان، عايزكم تعرفوا الحكاية دي. خطية الكلام ليست مجرد خطية لسان، إنما هي خطية قلب قبل كل شيء. لأن بيقول إن الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. وبيقول من فضلة القلب أو من فيض القلب يتكلم اللسان. فالكلمة الغلط تدل على إن في قلب غلط، والكلمة الطيبة تدل على إن القلب طيب من جوه، إذا كان كلام الإنسان بيعبر عن حالته. يعني ما يجيش إنسان يتنرفز ويشتم ويزعق يقوله ده قلبه أبيض. لا، لو كان قلبه أبيض كانت تكون ألفاظه بيضاء ويكون لسانه أبيض. فالقلب واللسان بيشتركوا مع بعض، ولذلك في التسبيحة بنقول بالاس نمباهيت، قلبي ولساني، قلبي وإيه ولساني. والكتاب بيقول زي الشجرة تكون الثمرة، لا يمكن إن شجرة جيدة تعطي ثمرا رديئا، ولا يمكن إن شجرة رديئة تعطي ثمرا جيدا. فالكلام بالنسبة للقلب زي الثمرة بالنسبة للشجرة. قلبك من جوه تمام، كلامك من بره تمام. ولذلك معلمنا يعقوب الرسول يقول ألعل ينبوعا واحدا ينبع منه المر والحلو؟ مش ممكن. الينبوع المر بينبع منه مر، والينبوع الحلو بينبع منه ايه؟ حلو. فلذلك لغتك تصهرك، من ثمارهم تعرفونهم، فمك يشهد عليك. لأجل هذا ينبغي ان كل انسان يهتم بكلامه، يكون كلام مظبوط، يكون كلام ايه؟ مظبوط. لهذا كان القديسون يصمتون لكي لا يقعوا في أخطاء اللسان من جهة، ولكي يتفرغوا للعبادة والصلاة من جهة أخرى. والقديس أرسنيوس قال كلمة محفوظة عند الكل، كلكم حافظينها، بيقول كثيرا ما تكلمت فندمت
وأما عن سكوتي فقد ما ندمت. كثيرا ما تكلمت فندمت. ليه بقى كثيرا ما تكلمت فندمت؟ لأن الكلمة اللي تخرج من فمك ما تقدرش ترجعها تاني، مادام وصلت للودان ما تقدرش ترجعها تاني، جايز تندم عليها وتقول أخطيت وما كانش قصدي وتبرر وتعتذر، لكن خرجت خرجت ووصلت للأسماع ووصلت واتحسبت عليك اتحسبت وأحدثت تأثيرها في الناس أحدثت. فتبقى أنت لازم تكون حريص في الكلام بتاعك. أنت تصمت لكي تعطي نفسك فرصة للتفكير، تفكر تقول إيه، لكي تزن الكلمة قبل أن تقولها. ولذلك اللي بيتكلم كتير عرضة أنه يغلط كتير، لأن ما بيوزنش كلامه، كلامه بيخرج بدون ما يمر على لجنة المراقبة ولجنة المراجعة ولجنة التفتيش. مفيش كلام ماشي على طول كده زي المجري، ما بيقفش شوية كده يفكر بيقول ايه. عشان كده قيل كثرة الكلام لا تخلو من معصية، وقيل ايضا لتكن كلماتك قليلة. لتكن كلماتك ايه قليلة؟ في سفر الجامعة صح 5، لتكن كلماتك قليلة. كثرة الكلام لا تخلو من معصية دي في سفر الأمثال. ومعلمنا يعقوب بيقول نصيحة كويسة، بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني تكون مبطئ في التكلم، اللي يتكلم كتير 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 ما عندوش فرصة أن يوزن كلامه ويدقق في كلامه ويراجع كلامه. كمان اللي بيتكلم كتير ما بيديش فرصة لغيره أنه يتكلم. وأنت لما تكون قاعد وسط ناس ما تاخدش الجلسة لحسابك الخاص، ادي فرصة لغيرك أنه يتكلم. ولهذا توجد فضيلة اسمها فضيلة حسن الاستماع. فضيلة ايه؟ حسن الاستماع. في ناس ينبسطوا من واحد مش عشان بيقول كلام درر، عشانه بيسمعه، يسمع من غير ما يعلق تعليق يؤذيهم، ومن غير ما ملامحه يبان عليها انه تعبان من الكلام، ويشجع غيره انه يقول. ياما في ناس يقولوا مش لاقيين ودان تسمعنا، مش لاقيين ودان ايه تسمعنا. فان كنت انت اذن تسمع الناس، الناس هينبسطوا، يقول لك فلان ده الوحيد اللي بقدر افرغ في ودانه آلامي وأفكاري ومشاعري وبيسمعني ما بيضايقش. كمان إذا كنت في مناقشة، لما تبطئ في الكلام تبطئ لكي تتأكد من رأي الذي يناقشك، تتأكد من رأيه. لما تسرع على طول وتجاوب يقول لك لا 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 أنا ما أقصدش كده، أنا ما قلتش كده. لكن لما تسكت كده واحدة واحدة يبقى تقدر تتأكد من الرأي بتاعه، تتأكد من رأي اللي بيحدثك وتدي له فرصة علشان يعبر عن رأيه. احنا بنحاسب على كلامنا، وفي أخطاء لسان كثيرة ليس هذا مجالها الآن، لكن لو نعد أخطاء اللسان نلاقيها كتيرة خالص. كمان أنت بتصمت مش بس علشان تفكر، ومش بس علشان تدي فرصة لغيرك،
بتصمت علشان تدي فرصة لنفسك انك تصلي، تقول يا رب اعطيني كلمة، اعطيني رد، خليني اتكلم بما يوافق مشيئتك، ما تسمحش ان انا اغلط في الكلام. فرصة لانك انت تصلي. لأجل هذا كله كان الصامتون بوجه عام ألفاظهم جيدة ومقبولة وعميقة، يعني يسكت ويطلع كلام كويس. طبعا في إنسان بيصمت وعقله مليان لخبطة، ده ما نقصدوش، ده يكون ساكت ويقول الله يطولك يا روح. فهو مش صامت في الحقيقة، هو عقله شغال غلط. أهو ده اللي بيقولوا عليه سكت دهرا ونطق كفرا. لكن عموما الأشخاص الذين يصمتون بتكون كلامهم، كلمتهم مقبولة يعني. والناس الذين يصمتون، الصامتون يعني الناس بتشتهي انها تسمعهم، يقول يا فلان عايزين نسمعك، عايزين نعرف رايك، انت رايك ايه؟ غير بقى المكنه اللي شغاله على الفاضي والمليان يقولوا امتى الراجل ده يسكت. فدايما الشخص اللي بيصمت يشتاق الناس الى سماعه، ويشتاق الناس الى كلامه، ويشتاق الناس إلى الأسرار الروحية اللي موجودة في داخله، بعكس اللي بيتكلم كتير على رأي المثل الاقتصادي إذا كثر العرض قل الطلب. هو بيعرض كلام كتير فطلبه قليل. القديسون كانوا يصمتون، وحينما يتكلمون كانت كلماتهم قليلة، وكانت كلماتهم عميقة، وكانت كلماتهم روحية، كلمات قليلة، كلمات عميقة، كلمات إيه؟ روحية. على الأقل إن لم تستطع إنك تصمت أو تكون كلماتك قليلة، فتدرب إنك تبعد عن الثرثرة، يعني تبعد عن اللت والعجل والكلام الكتير اللي ملهوش لازمة. في ناس يتكلموا بطريقة تجلب الملل والضجر، ويبقى السامع تعبان من كثرة الكلام، وخصوصا اللي بيشرح كتير في حاجة ما تستاهلش الشرح، أو موضوع يستحق الكلام في جملة يقول عليه محاضرة، أو واحد عايز رد في كلمتين يحكي له حكاية طويلة عريضة. فلتكن كلماتكم إيه؟ قليلة وعميقة. الشخص الصابت أيضا مش بس الناس يكونوا مشتاقين لسماعه، ده إذا سمعوه يكونون مستعدين إنهم ينفذوا، لأن عندهم اشتياق في داخلهم لهذا السماع، بل ساعات يترجوه إن يقول رأيه. وزي ما بيقول الكتاب لتكن رجلك عزيزة في بيت جارك لألا يسأم منك يضجر منك، فكذلك لتكن كلماتك قليلة في أذن من يستمع إليك لئلا يتعب من كثرة كلامك. والصامتون أيضا يتعلم الناس من صمتهم كما يتعلمون من كلامهم، ويكون الصمت بالنسبة لهم عظة عملية. لهذا نجد إن المرتل يقول ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. لأن ساعات اللي بيتكلموا في الفرغة والمليانة دول
يقول لك البوابة بتاعتهم ملهاش باب، حاجة كده بلا ضبط. لكن على الرغم من كل هذا، أحب أن أقول إنه ليس كل صمت فضيلة، وليس كل صمت نافعا، وأحيانا ندان على صمتنا، زي ما قال أحد القديسين: قال كما إننا ندان على الكلام أحيانا ندان على الصمت. ففي نوع من الصمت الضار، الصمت الضار. القديس بارسنوفيوس سألوه: أيهما أفضل، الكلام أم الصمت؟ قال لهم: الصمت من أجل الله جيد، والكلام من أجل الله جيد. وسليمان الحكيم يقول في سفر الجامعة: للسكوت وقت وللتكلم وقت. الرجل الحكيم يعرف متى يتكلم ومتى يصمت. لا يتكلم حين يحسن الصمت، ولا يصمت حين يحسن الكلام. لا يتكلم حين يحسن الصمت، ولا يصمت حين يحسن الكلام. حينما يجب الكلام مفروض أن الإنسان يتكلم. ده بطرس الرسول مرة هو التلاميذ كلهم منعوهم من أنهم يتكلموا بكلمة الله، فقال لهم: نحن لا نستطيع أننا لا نتكلم، ما نقدرش ما نتكلمش، يجب أن احنا نتكلم. ومرة ربنا قال لبولس الرسول: لا تخف بل تكلم ولا تصمت لأني أنا معك. لا تخف بل تكلم ولا تصمت لأني أنا معك. وداود النبي قال: تكلمت بكلامك قدام الملوك ولم أخزى. تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى. أحيانا يكون الصمت جبن وعار وخوف، جبن وعار وخوف، ده صمت رديء. الصمت عن كلمة الحق رديء. وإذا وجدت إنسان مظلوم أمامك والكل ينزلون عليه بكل قسوة وشدة ويشهدون عليه شهادات بطالة، وصمت، يبقى خوف وجب وعدم رحمة. مفروض تقول الإنسان ده مظلوم، تقول له رزقك على الله، تقول لي: مينوب المخلص اللي تقطع هدومه؟ أقول لك: تتقطع هدومك أحسن من أن ضميرك يتمزق في داخلك وتشعر بالجبن والخوف وصغر النفس والعار. في مواقف لازم الإنسان يتكلم فيها. حاجات مرة بعض الآباء كان الواحد يشعر أن هناك شعور داخلي يدفعه أنه لازم يتكلم، زي ما أرميا قال لربنا، قال له: كلامك في قلبي بقى زي النار، مش قادر أصمت، نار في داخلي، لازم أتكلم. بس لابد أن يتأكد الإنسان أن الدافع له إلى الكلام دافع إلهي، دافع إلهي. ما في إنسان بينجرف في الكلام ويقول لك: مش قادر أسكت، ويتكلم كلام غلط. إحنا نقصد أن الدافع يكون دافع إلهي، والوسيلة تكون وسيلة إلهية. فالدفاع، كلمة الدفاع عن المظلوم كلمة واجبة، والشهادة التي تنقذ بها إنسان كلمة واجبة. وكلمة العزاء بالنسبة لنفس حزينة
كلمة أيضا واجبة، والصمت عنها ليس فضيلة. والنصيحة التي تنصح بها إنسانا مشرفا على الهلاك والضياع نصيحة لازمة، والصمت عنها خطأ، بس المهم يكون في أدب وحكمة. من هنا كان هناك نوع من الكلام اسمه الكلام الجيد. يعني ايه الكلام الجيد؟ او الكلام النافع. لان الصمت خوفا من اخطاء اللسان هو فضيلة سلبية او فضيلة وقائية. وقائية يعني بتتقي الوقوع في خطأ. لكن الكلام الجيد فضيلة إيجابية. يبقى عندنا ثلاث مراتب: كلام خاطئ، صمت، كلام نافع. إذا كنت تصمت لكي تتقي الكلام الباطل فهذا فضل، ولكن أفضل منه أن تتكلم الكلام النافع. تصمت لكي تتقي الكلام الباطل دي فضيلة، ولكن أفضل منها أنك تتكلم الكلام الجيد. وهنا يكون الكلام الجيد فضيلة إيجابية لها ثمرها الصالح. وكثير من القديسين كانت لهم هذه الفضيلة. إن كان القديس أرسنيوس له فضيلة الصمت، فقديس مثلا مثل قديس يوحنا ذهبي الفم من جمال كلامه وصف بأنه ذهبي الفم. والقديس إغريغوريوس النيازيانزي من فائدة كلامه وصف بأنه الناطق بالإلهيات الثيولوغوس. في إنسان صامت، وفي إنسان ناطق بالإلهيات، وفي إنسان ذهبي الفم. ده كلامهم فيه الناحية الإيجابية النافعة. ربنا خلق لك اللسان ليس لكي تخطئ به إلى أحد، وليس أيضا لكي يكون آلة معطلة ممنوعة من العمل، طاقة غير مستخدمة. ما نقدرش نقول الكلام ده. اللسان ده برضو طاقة نافعة ممكن إنها تستخدم في الخير. علشان كده المرنم قال في سفر النشيد: شفتاك يا عروس تقطران شهدا. ففي إنسان لسانه يقطر شهدا. أنت في الأول تصمت لكي تبعد عن أخطاء اللسان، وتصمت عشان تفكر، وتصمت عشان تصلي، وتصمت عشان تتعلم الكلام، ولا تظل طول عمرك صامت وبعدين تنتج خيرا للناس. صحيح الإنسان الصامت وهو يصلي ده نوع بيتكلم برضه، اسمه بيتكلم مع الله خير من أنه يتكلم مع الناس. والإنسان الصامت من أجل أن فيه تأملات روحية عميقة وسابح في الإلهيات ده ما اسموش صامت خالص، اسمه بيتكلم مع ربنا. أهو ده اللي بيقول عليه الشاعر: إن في صمتك سرا لن يرى قدس أقداسه إلا الصامتون. في قدس أقداس في إيه؟ في الصمت. عشان كده يقول سفر الأمثال: فم الصديق ينبوع حياة. ويقول فم الصديق ينبت الحكمة.
وفي يقول في المزامير فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحكم. وبيقول افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبحتك، الفم اللي بيسبح ربنا. حينما يرتل جماعة السارافيم تسبحتهم الجميلة قدوس 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 رب السباؤوت، لا نستطيع أن نقول لهم الصمت فضيلة. التسبحة فضيلة أحسن من الصمت. السيد المسيح كان يتكلم وكان كلامه روحا وحياة. قال لهم الكلام الذي أقوله لكم هو إيه؟ روح وحياة. إن استطعت توصل للدرجة دي يبقى الكلام لك فضيلة أكثر من الصمت. كان المسيح يتكلم وكانت كلماته تقتدر كثيرا في فعلها، وكان يتكلم وكلمته لا ترجع فارغة، وكان يتكلم ويبهت الناس من كلامه، وكان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة، وكان يتكلم والناس يقولون ما سمعنا قط إنسانا يتكلم مثل هذا. فالكلام ليس خطيئة، لكن الكلام الخاطئ هو الخطيئة. والكلام ممكن يكون كلام جميل ونافع كما كان المسيح يتكلم فيعجبون بالحكمة الخارجة من فمه. ده الكلام المزبوط اللي الإنسان يتكلم فتكون كلمته حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين، لأنه يتكلم بكلام الله. ومن هنا كان يوجد كلام المنفعة، كلام المنفعة الذي ينفع الناس ويبنيهم، يبني الناس بالكلام. الكلمة التي تثقف عقلا والتي تنير ضميرا والتي ترشد في السلوك وفي التصرف وتهدي الآخرين إلى طريق الحياة، والكلمة التي تحل مشكلة، والكلمة التي تصرف غضبا، زي ما بيقول الجواب اللين يصرف الغضب. في واحد ساعات يقول فلان قاعد يهني وأنا ساكت، ويشتم وأنا ساكت، ويلخبط وأنا ساكت، ويفتكر الصمت فضيل، وجايز يكون صمته بينرفز اللقصات، بينما ربما يتكلم كلمة ينطبق عليها قول الكتاب الجواب اللين يصرف الغضب. ربما يقول كلمة اتضاع تصرف الغضب، ربما يقول كلمة مديح للي قصاده تصرف الغضب، ربما يقول له نكتة فكاهة وتصرف الغضب. عايزة حكمة، مش كله بيشتمني وأنا ساكت وبيهني وأنا ساكت. ما جايز أنت ساكت وبتغلي وغليانك باين في عينيك وباين في شفايفك وباين في ملامحك، واللي قصادك يراك متكلما بعينيك ومتكلما بملامحك وإن كان لسانك لا يتكلم. مش في كل وقت تفتكر إنك أنت إنسان فاضل لأنك لم ترد على الإهانة.
جايز تقول كلمة تعالج بها نفسية الشخص الغضوب اللي أمامك، ولا تتركه فريسة لغضبه بينما أنت مستريح إلى برودة طبعك. قل له كلمة تريحه، قل له كلمة تريحه. الناس ساعات بيفهموا الفضيلة غلط. يعني مثلا إنسان بيتهمك بكذا وكذا، تقول أنا شخص علمني التواضع إني لا أدافع عن نفسي، ومرضتش أدافع وخليه يقول اللي هو عايزه. لا تبني فضيلتك على تعب غيرك. دفاعك عن نفسك من أجل البر الذاتي خطأ، لكن دفاعك عن نفسك من أجل إنك تهدئ غيرك وترضيه وتصلح قلبه من جهتك، دي فضيلة كويسة. يعني جايز يقول لك انت وانت 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 عملت وعملت، وممكن تقول له صدقني ما عملت حاجة من النوع ده، جايز اللي وصل لك كلام مش مظبوط، انا هقول لك بالظبط اللي حصل. وبعدين بعد ما تقول له يقول لك انا اسف وغلطان وما كنتش اقصد، والحكاية تتحل. لكن تعمل انك انت انسان ما بتدافعش عن نفسك وصاحب فضيلة وصاحب اتضاع، وتسيب غيرك يهلك، يهلك بفضيلة الاتضاع التي فيك، وهي مش فضيلة اتضاع، لأن أنت ينبغي أنك تحب غيرك كما تحب نفسك، فترضي غيرك كما ترضي نفسك. عشان كده بيقول الجواب اللين يصرف الغضب. آباؤنا الرهبان في البستان كانوا يتكلمون، وكلامهم كان ينفع غيرهم وكان ينفع الأجيال، وما زلنا ننتفع بكلامهم حتى الآن. كلمة لطيفة قيلت للقديس بطرس الرسول بالنسبة لكورنيليوس. الملاك قال لكورنيليوس استدعي بطرس يقول لك كلاما به تخلص. تصور عبارة يقول لك كلاما به تخلص. وفي بستان الرهبان ساعات في الترجمة العربية يقول قل كلمة منفعة، وتقراها في ترجمة إنجليزية مثلا يقول له قل كلمة بها أحيا، بها أحيا. من أجل هذا أوجد الله المرشدين الروحيين، وأوجد الله الشيوخ، وأوجد الله المعلمين والآباء والناس اللي عندهم كلام فيه حكمة، فيه معرفة، فيه نصيحة، فيه إرشاد، فيه قيادة، فيه تعزية، فيه تهدئة. مش جايز إنسان في صغر نفسه عايز كلمة تقيمه من صغر النفس وتخليه يقف على حيله. جايز إنسان تعبان في حياته وعطشان لكلمة حنان، ولو سمع كلمة الحنان دي يشعر برضا داخلي ومبسوط. يلاقي قصاده إنسان متدين كأنه عمود خرسانة، يا أخي اتحرك، قول كلمة طيبة تريح اللي قصادك. الصمت فضيلة. لا، مش الصمت باستمرار فضيلة. في هذه الحالة لا يكون الصمت فضيلة، ويكون الكلام هو الفضيلة. إنما المهم إذا تكلم الإنسان أن نعرف ما هي شروط الكلام الجيد. شروط الكلام الجيد يكون أولاً زي ما قلنا بتروي، بحكمة، تكون كلمات قليلة، تكون كلمات لها عمق، تكون كلمات في مناسباتها الطيبة. قال الكتاب تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها. تكون كلمة مناسبة للوقت اللي هي فيه،
تكون كلمة حق. جايز تقول لما أقول كلمة الحق أتعب، لما تتعب وتاخد إكليل أحسن ما تقولش الحق أبدا. لكن في نفس الوقت الذي يقول كلمة حق ينبغي أن يقولها بأدب وبلياقة. في ناس من أجل الدفاع عن الحق كلامهم زي رجم الطوب، وواحد يقابلهم عشان يقولوا كلمة حق ينزلوا عليه لا يتركون حجر على حجر في نفسيته إلا وينقض، يحطموا لقصتهم عشان يقولوا كلمة حق. هل من الحق إنك تقول كلمة حق بهذا الشكل؟ إذن الكلام الطيب أيضا يكون برقة وبوداعة وباتضاع وبحكمة، زي ما أبي جايل وبخ داود في صمويل الأول 25 بكلام يسبقه مديح وكلمة طيبة. وكلمة التوبيخ تقال برقة شديدة وبطريقة غير جارحة. لا تظن كل كلمات التوبيخ كلمات جارحة، ممكن إنسان يقول كلمة توبيخ بأدب بذوق بأدب بلطف، لأن من ثمار الروح القدس لطف، بوداعة من ثمار الروح القدس وداعة، مش علشان يدافع عن الحق يحطم غيره تحطيما ويقول أنا بدافع عن الحق، مش عشان يدافع عن الحق يهين غيره ويجرح غيره ويقول أنا بدافع عن الحق، ده ما يبقاش دفاع عن الحق، لأن ليس من الحق أن يفعل هكذا. كمان الكلمة التي تقال في كلمة حق لا تقال بغطرسة ولا بكبرياء ولا بتسلط. في ناس إذا انتقدوا ينتقدون بغطرسة وتسلط. شفنا في بعض المؤتمرات العالمية واحد يتكلم كلام ويكون الكلام صعب خالص أو فيه شيء صعب ولازم واحد يطلع يرد، فيطلع واحد يرد يقول أعجبني فلان في كذا وكذا وكذا وكذا، ويقول إيه النقط الجميلة الموجودة فيه، ونحن نوافقه على الرأي الفلاني والرأي الفلاني، لغاية لما الثاني يستريح ويشعر أن الذي يكلمه صديق. يقول وأما من جهة الموضوع الفلاني والكلمة الفلانية فلعله يقصد كذا وكذا، ويحور الكلمة بطريقة لطيفة سهلة ويتفهم أنه هو مش موافق على النقطة دي، لكن بطريقة لا تجرح ولا تخدش شعورا. اللي عايز يتكلم لازم يعرف نوع الكلام ووقت الكلام، نوع الكلام ووقت الكلام. ساعات إنسان يكون تعبان مش محتمل أي كلمة، تعبان صحيا أو مرهق أو عيان أو مش لاقي وقت أو مشغول بشيء مهم، ويجي الواحد يقول له الموضوع الفلاني، طب حاضر بعدين، يقول له لا كذا وكذا وكذا، طب يا أخي بعدين، بعدين يعني إيه؟ ويروح شخط وصوته يعلو ويخشى ويحمر ويسخن. الأمور ما تجيش كده ويقول أنا لي حق، لا، ليكن الإنسان يتكلم في وقت يجد فيه أذنا تسمعه ويجد فيه قلبا يستريح لكلامه، وإن ما وجدش يأجلها لبعدين. هذه النصيحة تقال للأصدقاء والمعارف وتقال أيضا للمتزوجين، كل طرف من الزوجين ما يكلمش التاني غير لما يلاقيه مستعد للكلام، يروح رامي حصوايا كده في البركة، إن لقى البركة اضطربت وابتدت تعمل دوائر لا حصر لها ما يرميش حصى تاني، واللي وجد الحصوايا وصلت للأعماق وهدأت يشتغل تاني، انتهز الفرصة والوقت المناسب اللي تتكلم فيه والأسلوب. إذا لم تستطع أن تدافع عن الحق فعلى الأقل لا تتملق الباطل، خليك ساكت. إن لم تستطع أن تدافع الحق فعلى الأقل إيه؟ لا تتملق الباطل، خليك
ساكت. اتكلم بأسلوب هادئ. في ناس يتكلمون فيرتفع صوتهم وتنفعل أعصابهم وكأنهم نار تتقد تصدر شرارا في كل مكان، وفي إنسان يتكلم في أشد الموضوعات بأسلوب هادئ. الرسول بيقول إن انسيق أحد في زلة فاصلحوا أنتم الروحيين مثل هذا في وداعة الحكمة. في غلطية 6:1 اصلحوا أنتم مثل هذا في إيه؟ في وداعة الحكمة. الحكمة الوديعة اللي نازلة من فوق. في إنسان ينبه إلى الأخطاء باحتقار أو بإزدراء لسامعه، يقول له ده التصرف ده؟ إنسان مسيحي يعمل كده؟ التاني يبقى مش مستعد ابدا يسمعه، متضايق لان بينرفزه قبل ما يكلمه، بيجرحه علشان ينصحه. طب ما تنصح من غير ما تجرح. عشان كده في اتنين ينصحوك، تسمع من واحد وتقول له لك حق، والتاني تبقى نافر من كلامه تقول له كفايه ارجوك كفايه كده، ما تتقلش علي بالاسلوب ده اكتر من كده، تكون تعبان. تروح متقل على واحد باسلوب منفر وتقول فلان ده مش بيبحث عن خلاص نفسه، اقول له كلمه ما يرضاش يسمع. صحيح كما قال الكتاب وبخ حكيما يحبك وبخ جاهلا يكرهك. ده لو كنت بتوبخه باسلوب كويس، لكن اذا كنت انت الجاهل في توبيخك فيبقى بيكرهك عشان اسلوبك وحش. فليراجع كل واحد الكلام اللي بيقوله، كمان يتأكد إن اللي بيقوله دي كلمة الله في فمه. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم، يعني تأكد إن الله بيتكلم على فمك، تأكد إنك أنت بتتكلم مسوقا من الروح القدس، تأكد إن كلامك يوافق وصايا الله، قم تشعر إن كلامك مقبول. خدوا يعقوب لما كلم عيسو، ده سجد له كذا مرة وقال له أرى وجهك كما يرى وجه الله. أبي جايل لما كلمت داود كلام لطيف كده، في ناس عندهم لطف في كلامهم. بولس الرسول لما كلم أهل أثينا وجد المدينة مملوءة أصناما، فيقول لهم يا ناس يا كفرة للمدينة مملوءة أصنام، قال لهم أيها الرجال الأثينيون إني أرى على كل حال أنكم متدينون كثيرا. لما شاف الآلهة الكتار قال دول لازم متدينون جدا، بس لقيت عندكم إله اسمه الإله المجهول ودخل جوه. رجل يعرف. الإنسان الذي يتكلم لازم يكون عارف مفاتيح القلوب، كل قلب له مفتاح شكل يتفتح به ويناسبه. الإنسان بقى الناجح جدا في مكالمة الناس ده اللي عنده اللي يسموه ماستر كي، يفتح أي قفل أي كلون. بولس الرسول كان من النوع ده، يقول كنت مع الفريسي كفريسي لكي أربح الفريسي، مع اليوناني كيوناني عشان أربح اليوناني، مع اليهودي يهودي لكي أربح اليهود، كنت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. فالإنسان الحكيم في الكلام يربح على كل حال قوما ورابح النفوس حكيم. نكتفي بكده.